بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي اليوم أيها الأحباب مع درس جديد بعنوان تحليل الكلمات. بنتعرض فيها لتحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية، وده درس مهم جدا لطلاب الصفوف الأولية. وإحنا في شرحنا النهاردة إن شاء الله هنعرف الطالب إزاي يقطع الكلمة إلى مقاطع صوتية ويحلل الكلمة إلى مقاطع صوتية بسهولة ويسر مهما كانت صعوبة هذه الكلمة بطريقة بسيطة جدا وسهلة إن شاء الله، فتابعني من خلال هذا الشرح. وقبل ما نبدأ إن شاء الله الشرح بتاعنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك باقي الدروس إن شاء الله، وإذا عجبك الفيديو ما تحرمناش من عمل لايك للفيديو. يلا يا أحبابي ندخل على الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا أيها الأحباب لتقطيع الكلمات أو تحليل الكلمات لمقاطع صوتية. علشان نعمل كده نحفظ النشيد ده، احفظ معايا النشيد ده، ونشيد سهل وبسيط جدا. ايه كلماته؟ اما يقول الحرف المتحرك وحده، والساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والشدة نقسمها اتنين. يبقى احنا بنقول الحرف المتحرك وحده، والساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والشدة نقسمها اتنين. يلا نشرح هذه الكلمات علشان نعرف ازاي نحلل اي كلمة او نقطع هذه الكلمة الى مقاطع صوتية. يلا معانا نفتح الستار ايها الاحباب عن اول جملة احنا قلناها، اللي هي ايه؟ الحرف المتحرك وحده. تمام كده. يعني ايه حرف متحرك؟ يا الحرف المتحرك يا احبابي هو اللي عليه حركة، يعني عليه حركة سواء فتحة او كسرة او ضمة او تنوين بالفتحة او تنوين بالكسرة او تنوين بالضم، دي كلها اسمها ايه؟ حركة. تمام. يبقى اي حرف عليه فتحة او كسرة او ضمة او تنوين يبقى ده حرف متحرك. زي ايه مثلا؟ خرج، كتب، ولد، قمرا. كل هذه الكلمات فيها حروف متحركة فقط. تمام. فيها حروف ايه؟ متحركة. يعني كل حرف منهم عليه فتحة او كسرة او ضمة او تحت كسرة او فوقيه ضمة او عليه تنوين. طيب ازاي نقطع هذه الكلمات؟ زي ما احنا قلنا كده، الحرف المتحرك وحده، يعني كل حرف عليه حركة بنحطه لوحده. يبقى الخاء نضعها لوحديها، والراء لوحديها، والجاء لوحديها. يبقى كده احنا قطعنا الكلمة كل حرف متحرك لوحده. كذلك كلمة كتب، نضع كل حرف متحرك لوحده، فالكاف عليها مضمومة نضعها لوحديها، كو والتي لوحديها، والباء لوحديها، وهكذا. ولد فيها تنوين بالضم، كذلك يبقى ده حرف متحرك، يبقى كل حرف فيها متحرك. يبقى نضع الواء لوحديها، واللا لوحديها، والدال تنوين بالضم لوحديها. يبقى كده وضعنا كل حرف متحرك ليه؟ لوحده. كذلك قمرا، نلاحظ هنا قمرا فيها تنوين بالفتح، فبنعمل ايه؟ تنوين بالفتح لازم يأتي بعده ألف، فبنضع هذه الألف مع الحرف اللي هو عليه التنوين لأنه مقطع واحد. يبقى القاء لوحديها، والماء لوحديها، والراء تنوين بالفتح مع الألف بتاعتها، بنحطهم مع بعض. تمام. يبقى كل حرف متحرك لإيه؟ لوحده. طيب الألف دي يا أستاذ ما أنت وضعتها معاها لأنه مقطع واحد، بينطق مقطع واحد، الراء تنوين بالفتح مع الألف، فنضعهم مع بعض. طبعا الطالب بياخد جزء جزء وبيتدرب عليه ولحد ما يتقنه بيدخل على الجزء الثاني. تعال ندخل على المقطع الثاني. بيقول ايه؟ والساكن مع اللي قبله. والساكن مع اللي قبله، ايه هو الساكن؟ يعني الحرف اللي عليه سكون. زي ايه مثلا؟ ناخد هذه الكلمات، زي فصله، الكلمه اللي بعديها تكتب، الكلمه اللي بعديها اخرجت. اخرجت، تعال بقى نطبق على الكلمه الاولى. احنا قلنا ايه؟ والساكن مع اللي قبله، ايه الحرف الساكن هنا في الكلمه الاولى؟ الصاد. تمام. يبقى نضعه مع مين الصاد ده؟ نضعه مع اللي قبله. تمام. ادي حرف الصاد اهو ساكن، بنضعه مع اللي قبله اللي هو الفاء. يبقى لما نيجي نحلل، الصاد سكون مع اللي قبليها الفاء، واللو لوحديها، يبقى فص لو. نيجي للكلمة التانية، تكتب. عندي ايه الحرف الساكن هنا؟ عندي حرف الكاف. تمام. بنضعه مع مين؟ مع اللي قبله اللي هو التاء. تمام. برضو عندي حرف الباء ساكنة، بنضعها مع مين؟ مع التاء ضمة. يبقى كل ساكن مع مين؟ مع اللي قبله في مقطع واحد. يبقى التاء مع الكاف سكون، وبرضو الباء سكون مع التو اللي جنبيها. الكلمة اللي بعدها وضعنا الحرف الساكن اللي هو ايه؟ الخاء. الخاء سكون، وضعناها مع الألف، تبقى أخ. والراء الحرف المتحرك وحده، أدي الراء لوحديها. التاء سكون مع مين؟ مع اللي جنبيها اللي هي الجاء، يبقى جت. يبقى التاء سكون مع الجاء، الخاء سكون مع الألف، والحرف المتحرك وحده، يبقى أخ را جت. أخ را جت. تمام كده. يبقى ده المقطع الثاني، والساكن مع اللي قبله. تمام. نلاحظ بقى عندي هنا في حاجة مهمة، هي الألف واللام. تمام. الألف واللام دي نلاحظ إن اللام دي طبعا القمرية،
نلاحظ ان الحرف اللام ساكن، فاحنا دخلناها مع مين؟ مع الساكن مع اللي قبله، يبقى اللام دي ساكنة وضعناها مع الالف. يعني ايه كلامك يا استاذ؟ يعني بنضع ال مع بعضها، لازم كده وانا بقطع الكلمة اللي فيها الف ولام بنضع الالف واللام مع بعض، زي ما هنشوف دلوقتي في هذه الكلمات. الكلمة الاولى الكتب، الكلمة اللي بعديها المكتبة. لاحظ في الكلمة الاولى ادي عندي الالف واللام بنعملهم ايه؟ نضعهم مع بعض، وبعد كده كل حرف متحرك لوحده زي ما هنشوف دلوقتي. ادي ال تمام، ووضعنا ال، وبعد كده وضعنا الكو لوحديها والتو لوحديها والبي لوحديها، بقى ال كو تو بي. الكلمة التانية انا جبت لك حرف ساكن في النص عشان ايه؟ نطبق برضو اللي احنا خدناه قبل كده، ال مع بعضيها والحرف الساكن مع اللي قبله وكل حرف متحرك لوحده زي ما هنشوف دلوقتي. ال مع بعضيها والكاف سكون مع اللي قبليها يبقى مك، والتاء متحرك لوحده متحرك لوحده متحرك لوحده، يبقى المكتباتي المكتباتي. ندخل بقى على المقطع اللي بعده اللي احنا حفظناه في النشيد بتاعنا، والمد مع الممدود. يعني ايه المد ويعني ايه ممدود؟ طبعا حروف المد احنا حافظينهم اللي هم الالف والواو والياء، ده حروف المد. طب ايه هو الممدود يا استاذ؟ الممدود هو الحرف اللي قبل المد، الحرف اللي قبل المد، زي ما هشوف في الكلمات دي كده. لاحظ معايا، انا عندي الكلمه الاولى قام، الكلمه الثانيه كتابا، الكلمه الثالثه بعيد. نلاحظ ايه حرف المد اللي في الكلمه دي؟ الالف، تمام، حرف الالف، وهنا حرف الالف، وهنا حرف الياء، يبقى حرف المد بالايه؟ بالياء. طب ايه الحرف الممدود اللي هو قبل الحرف المد اللي هو القاف؟ هنا قبل الالف قاف، يبقى ده الحرف الممدود. هنا برضو قبل الالف تاء، ده الحرف الممدود. قبل الياء عين او عي، ده هو الحرف الممدود اللي هو العين. بنضع حرف المد مع الممدود، او ممكن نقول نفس الجمله اللي فاتت والمد مع اللي قبله، هي هي، نضع المد مع اللي قبله او المد مع الممدود زي ما هنشوف دلوقتي. نضعهم مع بعضيهم ق، يبقى نضع قاف مع الالف، تمام، وبعد كده الحرف المتحرك وحده. الكلمه الثانيه انا جبت لك تنوين بالفتح معاها، وضعت لك حرف المد في وسط الكلمه برضو. نلاحظ كده ان عندي حرف المتحرك ايه؟ الكي. انا عندي الحرف المتحرك اللي هو ايه؟ الكي، بنضعه الايه؟ لوحده، وبعد كده المد مع اللي قبله زي ما هنشوف دلوقتي. الكي لوحديها، بعد كده التاء مع المد بالالف مع التاء اللي قبليها، يبقى المد مع الممدود، والباء تنوين بالفتح، بن نضع معها الالف بتاعتها يبقى كي تا بن. في الكلمه الثالثه انا عندي حرف المد الياء بضعه مع العين، يبقى الحرف المتحرك الاولاني اللي هو الباء بضعه لوحده، الحرف المتحرك وحده زي ما قلنا، وبعد كده المد مع الممدود، ادي الياء مع الممدود اللي قبليها، وبعد كده الحرف المتحرك وحده. طيب يا استاذ ناخد برضه كلمه ثانيه فيها مد بالواو اللي هي كلمه صورة. لاحظ مد بالايه؟ بالواو. طب ايه الحرف الممدود؟ الصاد، يبقى نضع الواو مع الصاد اللي هو قبل الحرف المد. نلاحظ اهو تمام زي ما احنا قلنا، هو الواو وبعد كده الصاد، يبقى المد مع الممدود وحرف المتحرك واحد. طيب جبت لك كلمه ثانيه بقى في بنطبق عليها اللي احنا خدناه كله. انا عندي الالف واللام، عندي حرف ساكن اهو، وعندي المد بالالف، وعندي المد بالياء، يبقى الكلمه دي مهما كانت طويله بس انا جبتها لك علشان اطبق عليها اللي احنا خدناه كله، والطالب ما يتلخبطش، يتدرج واحده 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 ويطبق برضو اللي خده كله في هذه الكلمه. يبقى هنضع الالف واللام مع بعضيها، والساكن مع اللي قبله، الخاء سكون مع اللي قبليها، والالف اللي حرف المد مع اللي قبليها، المد مع اللي قبله او المد مع الممدود، والياء مع اللي قبليها، المد مع الممدود، والحرف المتحرك وحده. نقراها المختالين المختالين، وهكذا. بعد طبقنا على اللي احنا ايه؟ قلناه على المقطع الثالث، ايه اللي هو ايه؟ والمشدد نقسمه اتنين، المشدد نقسمه اتنين. ايه هو المشدد يا استاذ؟ يعني الحرف اللي عليه شده، مشدد يعني الحرف اللي عليه شده، واحنا عارفين الشده اللي عامله زي ايه؟ راس السين، تمام. هنشوفها دلوقتي على الكلمه. طيب الحرف المشدد ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن حرفين، مقسم لحرفين، الاول ساكن والتاني متحرك. عايز تعرف يعني ايه شده وتقرا الحرف المشدد كويس؟ بص معايا فوق، الاشاره اللي هتطلع لك فوق دي فيها درس مهم جدا على الشده، راجعه كويس علشان تعرف تقرا الحرف المشدد، تمام. يبقى احنا زي ما قلنا وعرفنا من خلال شرح الشده ان الحرف المشدد كم حرف؟ هو عبارة عن حرفين مع بعضيهم، بنقسمه الحرفين الأول ساكن والتاني متحرك، زي ما هنشوف كده في الكلمات. لاحظ معايا كلمة شدة، الكلمة التانية معلمة، الكلمة التالتة القوامين. كلمات مهما كانت صعبة بس أنا أجيب لك الصعب عشان
اعرف انك هتقدر تقطعه بسهوله جدا. اول كلمه شدا، لاحظ كده ان حرف المشدد هو ايه؟ الدال. عليه شده ايه؟ ايوه دي شكل الشده. يبقى الدال المشدده دي عباره عن كم حرف يا استاذ؟ حرفين. تمام. الحرف الاول ايه؟ اهو حرفين اهو. الحرف الاول ايه؟ ساكن، يبقى دال سكون. والحرف الثاني متحرك. متحرك يعني ايه؟ يعني عليه حركه. اجيبها من الحركه دي، الحركه فوق الدال اهي اللي هي فوق الشده. يبقى اذا كان عليه فتحه يبقى الحرف الثاني مفتوح، ضمه يبقى مضموم، تحت كسره يبقى مكسور. يبقى الدال الشده المشدده هي عباره عن حرفين، حرف الاول ساكن والثاني متحرك. طب الاحظ كده يا استاذ، انا قلت الساكن مع مين؟ مع اللي قبله اللي هو الشاء. تمام. يبقى حط الساكن منهم مع اللي قبله، يبقى نحط الشاء مع الدال سكون، وبعد كده الدال اللي هي المتحرك لوحده. تمام. يبقى الساكن مع اللي قبله، الدال سكون مع اللي قبليها، هي دي، وبعد كده الحرف المتحرك اضعه لوحده، يبقى شد ده. تمام كده نفس النظام. هنا انا عندي حرف متحرك اللي هو اللام، شده وكسره. اللي تحت الشده دي اسمها ايه؟ كسره، انما الفتحه توضع فوق الشده. اللام المشدده دي اقسمها لكم حرف؟ اتنين يا استاذ. اللام الاولى مالها؟ ساكنه. جميل. يبقى الحرف الاول ساكن والتاني متحرك. يعني ايه متحرك؟ هنا في كسره يبقى تحتيه كسره. تمام. يبقى اللام دي اصلا لامين، لام اولى ساكنه والتانيه متحركه. الساكن مع مين؟ مع اللي قبله. ايه هو اللي قبله؟ العين. تمام. يبقى حط اللام سكون مع العين. زي ما هشوف دلوقتي الحرف المتحرك وحده اللي هو المو، بعد كده اللام دي اضعها الساكنه مع اللي قبليها تبقى عل، وبعد كده اللام المتحركه لوحديها، والما لوحديها، والتاء تنوين بالضم لوحديها. يبقى مو عل لي ما تون، معلمة تون. تمام كده. يبقى عن طريق التحليل عرفت اقراها بسهولة ويسر جدا. يبقى انا عرفت كده الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الاول ساكن والتاني متحرك، اضع الساكن مع اللي قبله على طول، والمتحرك اضعه لوحده. نلاحظ في الكلمة التانية القوامين. لاحظ كده انا جبت لك ايه؟ جبت لك فيها الف ولام. جميل. وجبت لك فيها حرف مشدد، وجبت لك فيها مد بالالف، وجبت فيها مد بالياء، وجبت حرف متحرك. يعني اللي خدته كله جبته لك في الكلمة دي علشان نعيد تطبيق ما اخذناه وما نستصعبش حاجه خالص. يبقى نحط الايه؟ الالف واللام مع بعض. جميل. والحرف المتحرك اللي هو ايه؟ القاف. جميل. بعد كده قسمت الواو لايه؟ لاثنين. واو ساكنه وضعتها مع القاف، يبقى الساكن مع اللي قبله، والواو الثانيه متحركه وضعتها، فوجئت بعدها ايه؟ بعديها مد، حطيت المد مع اللي قبله، وبعد كده هنا المد مع اللي قبله، المد مع الممدود، والحرف المتحرك واحد. يبقى القوامينا، القوامينا. شفت فايدة التحليل؟ اللي انا بعرف ازاي اقرا الكلمه قراءه صحيحه. ايه اللي طلع لي ده يا استاذ؟ دي لام الشمسيه. ليه لام شمسيه؟ عرفتها ازاي؟ ان بعديها شده، وانا بتكلم هنا عن الشده، فلازم اذكر لك اللام الشمسيه. ايه علامه اللام الشمسيه؟ ان ياتي بعدها حرف مشدد. الحرف المشدد ده مش على اللام، ولكن على الحرف اللي بعد اللام. تمام. ده ايه علامه اللام الشمسيه؟ هنا انا ذكرته لك ان اللام الشمسيه لازم ياتي بعدها حرف ايه؟ مشدد. ازاي احللها دي؟ تعال نشوف كده ايه الكلمات، نجيب بعض الكلمات فيها اللام الشمسيه وازاي نحللها يا استاذ. عندي كلمه الدب، كلمه سهله وبسيطه، الدب. تمام. الكلمه الثانيه النوره. تمام. الكلمه الثالثه النخيل. تعال نشوف كده الدب، هنحط الالف واللام ايه؟ مع بعضيها. تمام. طب اذا استنى يا استاذ، ايه الدال دي؟ هقسمها اتنين. ايوه تمام. يبقى الدال الاولى ايه؟ ساكنه، والتالي الثانيه عليها ضمه. كلام سليم. طب يا استاذ الدال الساكنه انت بتقول الساكن مع اللي قبله، يبقى ينفع احط الدال السكون مع الالف واللام؟ هيبقى عندي ثلاث حروف. اه ينفع. يبقى هنعمل ايه؟ الالف واللام دي هتاخد الدال الساكنه معاها، يبقى عندي الالف واللام والدال سكون مع بعض، وبعد كده اضع الدال مضمومه اللي حرف متحرك الثاني لوحدي، وبعد كده الباء لوحديها. يبقى نلاحظ كده اللام الشمسية نعرفها للطالب، بيقول اللام الشمسية لازم تأخذ حرف من اللي بعديها، أو نقول له برضو إن الحرف ده المشدد يقسم إلى حرفين، ده سكون تروح مع اللام الشمسية الألف واللام، والحرف الثاني الدال المتحركة تضع لوحديها والباء لوحديها. تعال نشوف برضو لام شمسية بعديها حرف مد. تعال نشوف هنعمل إيه يا أستاذ. تعال نشوف كده أهو نفس الحكاية. آه جميل جدا. يبقى النون خدنا نون سكون وضعناها مع الألف واللام، وبعد كده النون متحركة مضمومة وضعناها، فوجئنا بعدها بحرف مد، فالمد مع الممدود، وبعد كده الراء متحركة لوحدها.
طيب الكلمة اللي بعديها النخيل، نفس النظام، هنقسم النون مشددة لحرفين، الحرف الساكن مع الألف واللام، وبعد كده الحرف المتحرك وحده، بعد كده هنلاقي المد مع مين؟ مع الممدود. عندي مد بالياء هنا أهو، وضعناه مع الممدود اللي قبله، يبقى النخيل، والحرف المتحرك وحده، يبقى النخيل. تمام كده. هنا النورة، هنا الدبة. لاحظ هنا يا أستاذ الدبة، لو في حرف باء هنا مشددة يبقى هنعملها نفس النظام، الباء هنا المفروض مشددة عليها شدة، يبقى هنقسمها اتنين، هنضع الباء دي ساكنة مع الدال، والباء التانية المفتوحة لوحديها. تمام. في حاجة أخيرة أيها الأحباب حبيت إن أنا أذكرها لكم دلوقتي، اللي هم إيه؟ تعال نطير كده ونشوف الكلمتين دول علشان ما نخطأش في أي كلمة بعد كده في التحليل. خلي بالك من الكلمة دي والكلمة اللي بعديها، دي كلمة صعبة مش عارف تقراها، حللها وبعد كده هتعرف تقراها. تمام. نلاحظ في الكلمة دي أنا جبت لك حرف مشدد بعده حرف ساكن، هيبقى صعب عليك شوية، لكن في التحليل بتاعنا بالطريقة بتاعتنا هتبقى كل حاجة سهلة إن شاء الله. طيب جميل جدا. طب هنا برضو جبت لك حرفين مشددين ورا بعض، تمام، التاء عليها شدة وفتحة والواو عليها شدة وفتحة، طب إزاي نتعامل معاها؟ إن شاء الله هتلاقيها سهلة وبسيطة. هنعمل ايه هنا؟ طبعا العين هضعها، وبعد كده نقسم اللام، لام سكون طب توضع مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله، وبعد كده اللام فتحة لوحديها، وفجأة بعدها سكون نضع معاها الساكن مع اللي قبله زي ما هنشوف دلوقتي. تعال نشوف كده، اللام المشددة قسمناها لكام حرف؟ اتنين، لام سكون والساكن مع مين؟ مع اللي قبله، حطيناها مع العين. تمام. واللام التانية لام فتحة وضعناها، بعديها لام فتحة، بعد كده لقينا بعدها ساكن، يبقى الساكن مع اللام المفتوحة، وبعد كده أو المتحركة، بعد كده التاء حرف المتحرك وحده، الهو، بعد كده بعدها سكون، يبقى الساكن مع اللي قبله. نقرأ كده، علمتهم. الكلمة اللي بعديها نفس النظام هنعمله هناك كده، نلاحظ أو نفس التقسيمة بتاعتنا، الألف واللام وضعناهم مع بعض، وجدنا بعديهم إيه؟ التاء قسمناها اتنين، الساكن مع اللي قبله وضعناه مع الألف واللام، بعد كده وضعنا الحرف المتحرك اللي هو التاء، وجئنا ان برضو الحرف التاني مشدد، قسمنا اتنين، الحرف الساكن وجدنا نضعه مع اللي قبله، وبعد كده الوا وضعناها حرف متحرك لوحده، لقينا بعديها حرف مد، يبقى المد مع الممدود، بعد كده المد مع الممدود، ده مد مع الممدود، بعد كده الحرف المتحرك وحده، يبقى التاء سكون مع الالف واللام، الواو سكون مع اللي قبليها، الالف مد مع اللي قبليها، الياء مد مع اللي قبله، والحرف المتحرك وحده. نقرأ كده، التوابين. التوابين. يبقى عرفت تقرأ الكلمة من بعد ايه؟ بعد تحليلها، بقت بسيطة وسهلة. يبقى التحليل بوابتك إلى القراءة السليمة، وبوابة ابنك إلى أن يجيد القراءة. يبقى ده كل ما يختص بالتحليل، أي كلمة صعبة ستجدها بهذه الطريقة إن شاء الله سهلة ويسيرة جدا. احفظ النشيد، الحرف المتحرك وحده، والساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والمشدد نقسمه اتنين. ما تنسوش ان شاء الله في نهاية الفيديو انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعمل لك الفيديو اذا اعجبك. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.